يوي الكبيدات يا الحبايب ديالي، اش غنقول لكم الصراحه؟ الروينه الروينه دائما دائما الصراحه. الله مور الفطر كتبقى هاد الروينه هذه اللي ما قلت نشارك معكم من الطبله حتى الكوزينه. الحبايب كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا على خير وبخير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم كما كتشوفوا عندنا فيديو جديد ان شاء الله. بغيت نشارك معكم كما كتقول ماما فيديو جديد ونهار جديد ويوم جديد يا الوليدات يا الحبيبات يا الكبيدات يا اخواني واخواتي يا الميمات وكلكم الناس اللي كيبغيونا وكيشاهدونا وكنحماقوا عليكم حتى حنا كنموتوا عليكم الصراحه. الله مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو اليوم كما كتشاهدوا طبله الفطور باقا محطوطه كما كتشاهدوا طبله الفطور باقا محطوطه يا الحبيب ديالي. قلت دهدا انا غنشارك مع الحبايب ديالي المشاهدين الحلوين الغزالين من الروينه اللي كتكون باقا، وغادي نديها للكوزينه وغنغسل داكشي واش تشوفوا الكوزينه وتشوفوا الكوزينه كتهضر من تحت ومن الفوق خاصه من بالليل الا كتهضر لتحت كيهضر والفوق كيهضر. المهم الاخوان خليكم معنا تابعوا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله، واللي باقي ما اشترك معنا في القناه يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد ان شاء الله. ما تنساونيش بالجيم ديالكم كومونتيرات زوينين ومشاهده كامله وكنحماق عليكم وحاليكم. يلا تابعوا الفيديو حتى الاخر. يلا بسم الله بركه الله نبداو. يما انتم يا الحبايب ديالي صراحه الله عندك عطيه الصينيه الله يستر. بسم الله شوفوا شوفوا انا قلت لكم بغيت نزلك تهضر مسكينه كتهضر من تحت من الفوق ولكن شوفوا واخا تشوفوا بحال هكا شي حاجه ما كتجي سهله. كنقيدو واقفين على هاد المسخوطه كنقيدو واقفين هادي راه مسخوطه هادي هادي راه واحد المسخوطه الرجال اللي كيقيدو واقفين عليا عليا عامل وجدو من الطرف والله ما عرفتش شرم الله يعطيها الشرم الله يعطيك الشرم الله يعينها ما درتش غير في الواطا غير في الواطا قولوا شي زعما رانا ما حاتلاش في الواطا صغار مني. المهم شدوه اليوم بداو وانا ما عرفتش راسي تاع منين بدا بدا اصلا نطيح شي الارض زيانة الشركه يا بقول لها انت يا امي متفوزيه جيت عند اختي ساعه هي ضيفتني بالقشوع عاوتاني القشوع فيما مشيتي كتجبر ما الله يعين دار القشوع هنا قشوع دارنا القشوع عند ماما اصلا القشوع مكتوبين في سميتي وغيره. ايوا ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالنا ديال فوزيه وبناتها. قناه فوزيه وبناتها ومرحبا بكم معنا يا الحبايب ديالي واللي جا مرحبا به، مرحبا به الدار الكبيره فوزيه هي ولات الخير والخمير، مرحبا بكم والف مرحبا. ماما فوزيه صراحه الله الله يخليها لنا كتفكر فينا الصراحه في اي حاجه كتهلا فينا تحيد الحاجه من فمها وتعطيها لنا الصراحه عندها واحد القلب الله يخليها لنا يا ربي غير اللي ما كيعرفهاش قسما بالله. دابا نتوما غير من بعد حسيتوا بها عرفتي تكون وحدها واحد الانسانه طيبه قسما بالله هنا يخطيها علينا والله يخليها لنا يا ربي تشفو عظمه يا ربي دائما يخليها. عيدك اختي عيدك ها كما كتشوفوا جبت اختي شويه د الربيع كرافس هاي كتنقيه اي والله يعطيك الخير والله الا غزال بصحتك الحبيبه ديالي هلا خطك عليا والله يخليك لي ليا الزوين انت وخلي لنا ماما مسكينه لاله فيزيه خضر من هنا هذا صبري هذا معدنوس معدنوس. المهم مشيتي خليكم معايا هذه
اجي مشيو
عطيني عطيني هذه هذيك ساعه هذا شو نص دباقي